نبدأ بما طرحه اليوم رئيس الجمهورية اللي هو الكود رمز للتصويت للواحد يقدر يصوت مطرح ما موجود بمنزله. قادرين نحن مثل ما قال مش بسنوات ضوئية يعني نوصل لهذا التصويت الإلكتروني؟ صباح الخير لحضرتك ست جوال وللمشاهدين الكرام، شكرا على دعوتك وشكرا على القهوة، كنا بحاجة لها اليوم. أهلا وسهلا. شكرا. لا حقيقة أول شيء بدي أوجه تحية للوزير زياد بارود. نعم. حقيقة شخصية دماج أنه ما تكون بالمجلس النيابي، يعني هلأ هذا كمان رأي، أكيد هو بيعرف الظروف والأمور أحسن، بس ولكن حقيقة يعني حتى من تصاريحه بتلاحظي أنه عنده التوجه التشريعي يعني مطروح، واللي وحكي عن قصة الصلاحيات لهيئة مستقلة مش هيئة الإشراف الحالية، لأنه هذه حقيقة ما عندها صلاحيات، ولكن أقله هيئة تاخذ حمل عن وزارة الداخلية فيما يخص الانتخابات، لأنه هذه شغلة كتير ضرورية، واليوم شايفين انه مش قادرين يزبطوا العمليه الانفاقيه، عمليه الانفاق بشكل يعني اكثر من فاضح. هلا اللي ما وافقت عليه مع الوزير بارود هو حقيقه لما حكي عن الشوائب اللي بتطال التصويت الالكتروني. سابقا نعم كان انه بدك تتاكدي مين الشخص اللي عم يكبس على الزر بتاني جهه. نعم. ولكن اليوم بواسطه التقنيات الحديثه صار في عندك بصمه، صار في عندك صوره، يعني انت فيك تفتحي، يعني فيك تقدري تتخيلي باللحظه اللي انت عم بتصوتي فيها في كاميرا مفتوحه وحدا عم يتفرج عليك عم تكبسي، مش بالضروره يكون يعرف على شو عم تكبسي، على اي صوت، على اي لائحه، على اي مرشح، بس اقله يشوفوا انه الشخص يلي عم بيصوت، عرفتي كيف، فعلا هو هذا الشخص يلي مصرع عنه. لانه بدي اسالك سؤال، ما كان في اموات عم بتصوت بالانتخابات النيابيه سابقا عندنا بلبنان؟ شو طيب، وكنت حضوريه، يعني هلا هيدي مناش خفيه على حدا، يعني هذه الحقيقة للأسف يعني. بس لا، بعتقد أنه التصويت الإلكتروني صار ضرورة قصوى، مش بس لأسباب اقتصادية ولكن أقله لأسباب عدم التزوير، عدم المس. أنا بأكد لحضرتك أنه على الصعيد التقنيات في آلاف العمليات المهمة اللي بتصير، التصويت تبعولها خدي تبعولها الأمم المتحدة، التصويت بيصير بالكبسات. هلأ هي قليلة الدول يلي معتمدة تصويت إلكتروني. هلأ هي الفكرة منا هون، الفكرة أنه بدل ما تروحي تحطي الشخص بدك نسبة اقتراع أكثر، عرفتي كيف؟ ما في أهين منها أنك تروحي صرتي على التليفونات. واليوم مثل ما قلت لحضرتك ست جوال، البصمة والوجه صار معروفين، يعني فيك تاخدي مثل ما بقولوا اللي كنا نسميها البصمة العادية، فيك تاخديها وتاخدي الوجه سكان تبعول الوجه ويكونوا هاو إذا بدك التوقيع تبعول اللي عم بيصوت. لذلك أكيد أنا بشجع وبقول لا، العملية تقنيا ما بدها وقت طويل، إذا بيطلبوا من حيلا شركة مختصة بهذه العملية بعتقد أنه الأمور بتجري بسرعة، ولكن الرغبة السياسية بترجع بتودي يمكن للي قاله الوزير بارود من ناحية السنين الضوئية يلي حكي عنها. هيدا الإرادة السياسية. إيه، لأنه حكيكي عن الميجا سنتر، صحيح هذا الميجا سنتر هلا ما هن عم بيطبوه برا. عم بيطبوه برا. طيب كيف الميجا سنتر عم بيطبوه برا؟ يعني من أي منطلق، من أي منطق عم بتطبقوا الميجا سنتر برا وليش ما بتطبقوه هون؟ لأنه واضح أنه ما في رغبة سياسية على هذا الصعيد. نعم دكتور، عم نتابع نحن وياك وقائع هذا النهار وانتخابات المنتشرين في مختلف الدول الأوروبية الأمريكية الإفريقية الإمارات العربية المتحدة، عم نشوف صور مباشرة من فرنسا. خلينا انتقل إلى كولكو في كندا ومع أحد أبناء الجالية اللبنانية عبير شمعون كمان اللي عم بتكونوا اليوم. بوجه لكم تحية كل لبنانية، الانتشار
الاخبار وين ما كنتوا اليوم موجودين، وهيدا مشهد بكبر القلب مثل ما يجمع كثيرون. انكم عم شوفكم بكثافه عبير، خبرينا اكثر على المشهد عندكم بكلكم بكندا وكلكم تحديدا، قديش تقريبا في نسبه اقتراع؟ عندكم شي مشاكل معينه؟ تفضلي الكلمه لك. بونجور بونجور، يعطيكم العافية. نحن بعد ما فتحوا صناديق الاقتراع الساعة 5 الصبح كانوا الشباب، صح، في فرق توقيت كبير. نعم، نحن بيننا وبينكم في 7 ساعات مظبوط، ونحن بعد 45 دقيقة ليفتحوا أقلام الاقتراع، بس الشباب كلهم توجهوا الصبايا لهونيك. هلا طلع الكونفوا من هون، عن جد شيء بكبر القلب، بحس حاله الواحد بالديناميك تبع لبنان بالانتخابات. كل المناطق بكندا كفرد من كولكو، من التيار الوطني الحر. المكنة تبعيتنا إلى تقريبا من لما بلشنا نسجل تشرين الأول ونحن عم نشتغل نون ستوب. الحمد لله نحن كتير مرتاحين والله معنا ومش خايفين. يعني فينا نقول انه الاجواء مهيئه لمشهد ديمقراطي عند فتح صناديق الاقتراع لكل طبعا الاحزاب، لكل التيارات، وبالتالي يعني كيف في تسهيل من عندكم من قبل يمكن القنصل او السفاره؟ في تسهيلات؟ شو الجو بالنسبه للسفاره؟ نحن السفير استاذ فادي زياده والقنصل عندنا نحن بموريال هو انطوان عيد، يعني هن ايجال ديستانس مع كل الاحزاب طبعا. هذا المطلوب نحن بس في الريستريكشنز تبع كوفيد، سو بموريال بتمنع اكثر من واحد على القلم لكل حزب، سو مشينا بالريستريكشنز مثلنا مثل غيرنا. وصبا ما في، نحن ما عندنا مشاكل يعني. ان شاء الله ان شاء الله تكفوا مشاكل، ما كثير هين تعمل مشاكل بكندا يعني. بدنا نشوف هلا مع فتح صناديق الاقتراع، كما ذكرتي انه تقريبا 45 دقيقه وتفتح صناديق الاقتراع بكندا بكلكو. طبعا راح يكون لي انضمام اخر معكم او مع زميلاتي وزملائي خلال هذا النهار. يعطيكم العافيه وموفقين في هذا النهار. اكمل معك بروفيسور جاسم عجيقه بموضوع اللي عم نحكيه، بدي انطلق مما قاله كمان زياد بارود. المال الانتخابي، المال الانتخابي يبدو حال دون أن يترشح كثر ممن يمكن عندهم هيك صيت جميل أو وجوه جيدة يمكن يحتاج البرلمان اللبناني. اليوم عم بتشوف مال انتخابي بوقاحة أكبر كما قال وزير داخلية السابق؟ لا، أنا ما في صنفه، بس أكيد في صار مخالف للقانون. نعم، يعني ما في صنف إذا كان بوقاحة أو يعني هون مثل ما بقولوا الواحد قد ما هو بيكون محقون وعم بيشوف أشياء مش منيحة، إيه بيمكن يستخدم عبارات وصف ويمكن تكون أدق من اللي أنا عم بس أقله، هيدي مخالفة للقانون. هلا في بدك تعرفي، لأنه حكي عن الكاش، صح. الكاش الإشكالية إنه الهيئة الإشراف على الانتخابات لا عندها الوسائل ولا عندها القدرة تكشف عملية بتخص الانفاق الانتخابي، وخصوصا ست جوال انه في عندك إشكالية بتتعلق بطريقة الدفع. هلا اذا انا جيت اخذت من مرشح مثلا خليني اقول $100 ما حدا شايفني، لانه يمكن يعطيني اياها بواسطه واحد تاني او واحد تالت، مش بالضروره يكون، او يمكن يعطيني اياها بواسطه جمعيه، او وهوني قلت لحضرتك انه صعبه، في يدفع لي فاتوره المطر، في يدفع لي اقساط الاولاد اللي مكسورين علي، في يعطيني بونات بنزين، في يوزع لي مازوت، في وزع لي مصاري بدون ما حدا يشوفه يقشع، في يعمل لي عشيت كريتين ويعطيني اياهم. فاذا اللي عم نشوفه كاعلانات وسبوتات على التلفزيون والهي، هذا الجزء الظاهر، وحتى هذا باطن مخبأ اكثر بكثير. رح اقول لحضرتك، حتى هذا اللي على التلفزيون نعم لا إمكانية ولا بأي شكل من الأشكال لهيئة الإشراف على الانتخابات أنه تكشفه. السبب بكل بساطة لأنه شو اللي بيثبت أنه أنا تخطيت السقف؟ إذا أنا هلأ أعطيتك تحت الطاولة تطلعيني على كمرشح على الانتخابات، إذا أعطيتك أنا $1,000 أو $10,000
أو 100 دولار، مين اللي بده يعرف؟ ما هو هذا عم يندفع كاش، فإذا ممكن تكون التصريح شيء والحقيقة شيء تاني. لذلك أنا بعتقد أنه الانفاق الانتخابي تخطى بأشواط كتير كبيرة ما هو مسموح بالقانون. سقف الانتخابي المسموح. هلأ أنا بعتقد يعني مع الـ التراجع قيمة الليرة مقابل الدولار بالسوق السوداء وتعامل الجميع مع السوق السوداء على سعر السوق السوداء، أنا بعتقد أنه كان من غير المنطقي ترك القانون بالسقوفات اللي حددها، كان لازم يزيدوها، كان لازم يزيدوها للانتخابات لحتى، لأنه كانوا عارفين مسبقا أنه رح يتخطوا هذه السقوف، وكانوا عارفين أنه هذه السقوف رح يقدروا يتخطوها بواسطة الكاش. لذلك إيه كانت فيك تعتبري أنه يعني للشفافية حقيقة كان لازم يعلوا السقوف بقلب القانون. طيب خلينا نحكي على هيئة الإشراف. في يقال أن الصلاحية محدودة، وأول مطلب إصلاحية يجب أن يؤخذ النظر فيه في أي إصلاحات مقبلة هيئة الإشراف على الانتخابات، شو رأيك؟ أنا أكيد أنا بالنسبة لي هيئة الإشراف على الانتخابات مثل ما هي بوضعيتها الحالية عم بحكي كمراقب. أي طبعاً. أنا لني خبير بالقانون ولني ولا بالدستور حتى، ولكن أنا كعم شوفها ما عندها صلاحية. هلأ إذا أنا سجلت لها مخالف، إذا جيت قلت لها بدي اشتكي على الست جوال لأنه شفت الست جوال أنه عم بتخالف بمطرح من المطارح كمرشحة، طيب شو بتقدر تعمل؟ بدها تعمل تقرير وبدها ترفعه، ومن بعد ما ترفعه بده يصير يروح تيرجع يبت في حدا من بتكون انتهت الخبرية. أنا أعتقد يعني حقيقة لازم يكون عندها صلاحية on the spot الهيئة الإشراف، وكنت بسميها يمكن مش هيئة الإشراف على شو؟ الانتخابات، بدي سميها اسم تاني لأنك بدك تعطيها صلاحيات أكتر، حتى صلاحيات التنظيم لازم يكونوا بإيدها. حتى التنظيم؟ إيه أكيد، لأنه هلأ شفتي حضرتك بغض النظر عن الموقف اللي بتاخدي يعني بدون ما يكون في خلفيات سياسية. أنت عرفتي أنه نشتكوا بوقت من الأوقات أنه والله وزعتولي هون ووزعتولي هون وعملتولي هون وحطيتولي، هذه كلها عرفتي كيف؟ لأنه الوزراء بشكل أو بآخر محسوبين على أفرقاء سياسيين شئتي أما بيتي. وبالتالي حتى لو الحديث مش صحيح إلي حق صرت أستخدمه بالسياسي وقول أنك أنت عم تنتقمي مني بطريقة أو بأخرى. فإذا هذه كمان لازم تأخذ بعين الاعتبار هالشئ هيدا اللي هو تنظيم الانتخابات، وتكون وزارة الخارجية وزارة الداخلية مساعدين لهذه الهيئة فقط لا غير. يعني مش تتركيها تحت وزارة تحت إشراف وزارة الداخلية وكل مرة تقولي يا رب وزير الداخلية ما يكون مرشح، يا رب يكونوا أعضاء الحكومة مش مرشحين. يعني إنه إيه بس اليوم اللي شايفه دكتور التنظيم تصني عليه من الخارجية والداخلية، هيدا اللي عم شوفه في مشهد في الخارج. هلا الخارج ما بعرف إذا كان يعني الدولة اللبنانية حقيقة بكل صدق خارجية يعني بتواصل مع كل القناصر. هلا ما بعرف، قلت لحضرتك ما بعرف قديش في مساعدة خارجية لهذا التنظيم. وما بعرف إذا كان التنظيم فولي معمول بلبنان وممول من لبنان ولا في ممكن مساعدة دولية. هلا هون ما بنعرف لأنه بعد لحد هلا ما طلع تقرير واضح من قبل وزارة الخارجية عن هالموضوع. لأنه كمان بدك تشوفي هل إجا تبرعات لوزارة الخارجية، هل إجا مساعدات من الخارج، هل الأماكن اللي تم تأمينها ببعض الأحيان كانت مدعومة. مثلا أنا سمعت ديك اليوم على التلفزيون عم بيقولوا أنه صاروا عم يستخدموا الكنائس والجوامع في الخارج لأنه ما في تمويل مثلا، عرفتي كيف؟ انه بهالحاله اوكي يعني معناتها انه هذا تنظيم جيد، انه والله ما كلفوا استخدموا الموجود، ويمكن لو كان ببلاش متطوعين جابوا متطوعين ايه اوكي. بس بدك ترجعي تعرفي شغلي انه هذه قادرين نخفض الكلفه بالخارج للصفر اذا اعتمدنا التصويت الالكتروني، بس بده يكون اكيد يلي ممزوج بالتوقيع بالبصمة وبزيت الوجه بزيت يعني بزيت الوقت مع الوجه، لأنه هاو شغلة كتير كتير مهمة. هلا في شوائب دكتور بالقانون الحالي الانتخابي، حضرتك تعطي رأي إنه ممكن يتصحح
بمرحلة مقبلة. اكيد اكيد طريقة التصويت ما فيك. طب انه هلا بدي اقول لك شغله صغيره، انه هلا انا بدي قديش بدي اقطع تروح صوت انا بمطرح ما انا، طيب انه ما فيك ما مش في وين بتصوت؟ بجنوب، طيب انه قديش بدي اقطع، طيب انه شوفي تانكة البنزين، صح 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 طيب صح انه كيف بدك تعملي يعني بكل صدق وبكل منطق، طيب كيف بدك تعملي؟ طيب اذا انا كنت اقدر كل الناس قادرين يعملوها، ما خلينا نكون واقعيين ومنطقيين. طب انتم شايفين الواقع والميجا سنتر طبقتوه، ما تقولوا لي ما طبقتوه، ما تقولوا لي انه ما في امكانيه كنتوا تعملوه، هيك هي برا المشهد، هو ذاته ميجا سنتر كما قال لا. وقلت حضرتك وكمان طب الاستاذ زياد بارود. لا انه فيك تقدري مثل ما بقولوا تعملي نعم اصلاحات معينه. وبرجع بكرر لحضرتك، بالنسبه لإلي يجب خلق هيئة مستقلة مثل ما اقترح الوزير بارود، هي اللي تتكفل بالتنظيم مش وزارة الداخلية. وهذه الهيئة كتير مهمة، لأنه هذه مبعوث فيك مثل ما بقولوا تطعني بال 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 شو بقولوا بالنزيهة. ما هي هيئة، ما هيئة مستقلة، عرفتي كيف؟ وبده يكون في قدام القضاء بمطرح من المطارح ركور انه تتقدر اذا مثلا في شيء ما عجبك تطعني فيه لاحقا. نعم. بس هي لازم يكون عندها اشياء على الارض تتقدري تعمليها. نشير الى انه هذه الصور مباشر من دبي، وعم نشوف كثافه اللبنانيين اللي ناطرين ان يطلوا باصواتهم حتى اللحظه من مصادر من دبي، يعني تفيد بانه حتى اللحظه صار في 27% اقتراع في دبي. وخليني بس هيك اقرا دكتور بعض النسب اللي قدرنا نحصل عليها، انه وين أكثر دوائر تقريبا عم بيكون فيها إقبال في دبي تحديدا، لما لكون أنا دقيقة، وهذه يعني هذا جدول من القنصل، مش منه يعني، هذا جدول رسمي نوعا ما. حتى اللحظة في كثافة وإقبال على المتن 37.99%، أيضا البترون كمان 31، شوف 31% حتى هذه اللحظة، وبيروت الثانية، بيروت الثانية لافتة انه يكون فيها، ما هيك دكتور؟ انه اكيد بكل دول الخليج لازم مثل ما بقولوا في صار تحفيز كبير. نعم. لهذه للاشتراك بالعملية. ومن بعدهم ب 28 تقريبا و27 بتجي بعبدة، جبيل، كسروين وغيرهم من الدوائر، ولكن الأعلى حتى اللحظة هي المتن والبترون. هذه المعطيات من دبي من الإقبال على المشاركة في دبي تحديدا، اللي وصلت فيها نسبة المشاركة حتى اللحظة 27%، ولكن طبعا ننتظر يعني الأبديت أكثر والمعلومات الرسمية، الأرقام الرسمية من وزارة الخارجية حصرا، ولكن هذا المتداول حتى هذه اللحظة من دبي. أكمل أنا وياك دكتور، أو ما بعرف إذا بنتقل مباشرة إلى رومانيا قبل ما أكمل معك لحتى ما أقاطعك أرجع. خليني أنتقل إلى ناشطة في الجالية اللبنانية في رومانيا، جان ماري بوكرم. جان ماري بوكرم الناشط، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. بدنا تخبرنا على الأجواء عندكم تحديدا حتى هذه اللحظة. نحن الأجواء عندنا كانت كثير حلوة، وما كان في كثير عشق الصبح، بس هلا بلش تاجو، بس كان في نشاط وكان في كل الشباب هون محمسين، الشباب والصبايا حابين يوصلوا صوتهم، وأكيد صوتنا هو للإصلاح والتغيير. وهن يعني الناس اللي موجودة معنا اليوم من كل المناطق اللبنانية، وحابين نكون يعني ندلي بصوتنا ويكون صوتنا مسموع بلبنان. في نسبة مشاركة عندكم كثيفة، أنا عم بحكي كنسبة مشاركة عامة كجالية لبنانية وأبناء الاغتراب اللبناني والانتشار. نحن هلأ وصلت نسبة الاقتراع لحدود 30%، يعني تسمى بال 31%. نعم 31% نسبة جيدة نوعا ما، ويتوقع أن ترتفع طبعا مع ساعات النهار. في عندكم أي مش شكاوى ولكن أمور هيك، عوائق ما حدا واجهها حتى هذه اللحظة، ولا لا تسير الأمور بشكل جيد بشكل سليم؟ ما صار في إشكالات أبدا، بالعكس. نعم. كله عم يتسهل، وحتى الباسبورات عم يتجددوا بالوقت ذاته، عم بيجوا ناس
خلصة مدة باسبوراتها، بس ما صار في إشكال، يعني ما حسينا في إشكالات، ما لمسنا إشكالات ولا صار في اعتراضات على المسار الانتخابي برومانيا. على أمل أستاذ جان أنه يضلكم طيلة هذا النهار من دون أي إشكالات وما تواجهوا يعني ولا أي لبناني في الانتشار يكون عنده أي مشاكل في الأدلاء بصوته. نحن أكيد راح نتابع وإياكم صورة من رومانيا من كل الدول الانتشار اللي عم تجري فيها اليوم عملية الاقتراع للبناني الانتشار، بكون لنا معكم كمان محطات أخرى. بشكرك أستاذ جان على هذه المداخلة. أكمل معك دكتور جاسم عجيقة قبل ما ننتقل إلى ماذا بعد الانتخابات النيابية من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تشكيل الحكومة وكل ما ينتظر اللبنانيون. ما بعرف قديش اللبنانيين، ما بعرف قديش بيكون إيجابي ولا سلبي. هلأ بتقلي خليني أختم بقانون الانتخاب واللي عم بيصير اليوم والدائرة 16 تمثيل لبناني الانتشار. أنت كنت مع أنه تطبق هذه النقطة؟ لا، انا يعني شخصيا ما عندي هالاطلاع بالقانون الانتخابي، ولا مره شفتيني على اي شاشه من الشاشات كتمثيل للانتشار، يعني مثل ما بقولوا، ولا على اي شاشه من الشاشات عم بتحاضر بحاضر بقوانين الانتخاب او حتى حكيت عن الانتخابات. لا نعم، حقيقه ليك ست جوال، كيف من منظار اقتصادي بدك تعرفي الاقتصاد مبني على الثقه، بالدرجه الاولى الثقه، والثقة إلى ست عوامل لحتى تقدري تبنيها. واحد من هالعوامل هو تداول السلطة، وتداول السلطة إلزاميا بمر عبر الانتخابات لا شك. وبالتالي اليوم بالنسبة للاقتصاد هذا عامل ثقة، هذا اللي عم بيصير اليوم عامل ثقة، على امل انه نكفي الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي نهار الاحد، يعني صرنا الاسبوع اللي جاي او الاسبوع يعني المقبل دغري الاحد، نصير نكفي بذات الطريقه بدون اي اشكاليات. لانه برجع بكرر لحضرتك العلاقه، تتعرفي ليش نهتم بقصه الانتخابات كانتخابات؟ كيف بيكونوا ممثلين بدايره او على كل شو اسمه، هذه اللي بيحددوها مثل ما بيقولوا نواب الأمة، ولكن لازم يشاركوا، لازم يشاركوا، لأنه المواطن وخاصة المغتربين اللي عندهم قدرة مالية وقدرة استثمارية وقدرة استهلاكية بتفيد الوطن لازم يكون لهم صوت. نعم، وهذه الشغلة كتير مهمة وكتير ضرورية، العملية بحد ذاتها تداول السلطة يعني انتخابات، يعني المشاركة من قبل الجميع بالداخل وبالخارج. وشوفي للي حاملين الجنسيات الأجنبية من اللبنانيين بيروحوا بصوتوا للبلدين اللي حاملين جنسياتها، لأنه هذا عنصر ضروري، بيعتبروا أنه المواطن بيعطي كلمته، عم تعطي توكيل، كأنه أنت في شيء مهم بحياتك بده يصير عم بتقولي لحدا، بما أنك أنت منك بالسلطة عم بتقولي لحدا خد هذا توكيل عني بهالأربع سنين أو الخمس سنين اللي جاي، تفضل عم يحكي باسمي أو انطق باسمي. لذلك خليني ركز على أهمية العملية بحد ذاتها، واترك أي أفضل يكون في دائرة 16 أو يصوتوا طيب. للكل للاختصاصيين. أهمية هذه العملية على أمل أن تتم كمان الأسبوع المقبل بشكل سلس بشكل ديمقراطي تام. بدي أنا أحكي معك ماذا بعد هذه العملية، وهذا اللي بدنا نسمعه اليوم منك. عندي كتير أسئلة، خليني أبدأ من الحكومة. سنكون أمام تشكيل حكومة سريعا، وهل قادرة تنفذ أصلا أي حكومة الإصلاحات المطلوبة؟ ما مصير التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟ هلأ الحكومة هذه الحالية، كيف إجت هذه الحكومة؟ نعم. الحكومة الحالية إجت يعني بحسب ما حكي بكثرة نتيجة تقاطع فرنسي إيراني أمريكي، ويعني مثل ما بيقولوا صار اللي صار، يعني صار اللي صار على الصعيد الداخلي وتشكلت الحكومة. هل هذا السيناريو رح يرجع يتكرر من بعد الانتخابات النيابية؟ هون بدك تشوفي، لأنه ظروف تشابك المصالح منه سهل. المعروف أنه البابا يوحنا البابا فرانسيس اتصل بالرئيس ماكرون وقال له بالحرف الواحد، قال له لا لسقوط لبنان، اعمل يلي بتقدر عليه
لحتى لبنان ما يسقط. وبالتالي كانت المبادرة الأخيرة يلي من خلالها رجعوا سعادة السفيرين السعودي والكويتي على لبنان، وصار في صندوق مساعدات. هلا هو مدروس من قبل الصندوق، بس صار في تسريع لإله، واشتركت المملكه العربيه السعوديه فيه وفرنسا. ومنتوقع انه يكون في دور كمان للامارات. بس الاليه تتوضح، اليه عمل هذا الصندوق. لذلك الضغط موجود، ولكن السؤال هل راح يكون هذا التشابك مثل ما بيقولوا الإيراني الفرنسي الأمريكي موجود بعد الانتخابات؟ هلا العديد منهم بيقولوا إيه، إنه راح يكون موجود، وبالتالي خلينا نكفي بالموجود على فترة. خليني امشي بهالفرضية. كلكم عم بتقولوا ذات شيء بروفيسور. لا لا، انا ما عم بقول، انا عم بحط سيناريو. طيب انا عم بقول في سيناريو تاني هلا رح احكيكي عنه. في ظل هذا السيناريو، لانه انا مني منظر سياسي، انا منظر اقتصادي، يعني بحكي بالاقتصاد. بظل هذا السيناريو، السؤال، هذه الحكومة بوضع الحالي حتى لو في تعديل بالوزراء، هل هي قادرة انه تروح باتفاق مع صندوق النقد، تروح يعني وتمشي بالمفاوضات وتعمل اتفاق؟ برجع بكرر لحضرتك، مش قادرة. خليني رح جاوبك على السؤال، بس لأنه بحاجة شوي لشوية إلابوراسيون بالعملية. بكرر لحضرتك، خطة التعافي اللي انبعتت للمجلس النيابي، بالأحرى للجنة، للجان المشتركة، واللي تسربت للإعلام، هي ما مرقت على الحكومة، وبالتالي ما فيك تسميها خطة حكومي. هي خطة الفريق المفاوض، بتصير خطة الحكومة باللحظة اللي بتصوت عليها الحكومة. فإذا هي شغلة كتير مهمة نعرفها، الكابيتال كنترول صوتت عليها الحكومة، فإذا أقرته الحكومة صار هذا كابيتال كنترول تبع الحكومة. يعني ما بعرف إذا في وضوح، لأنه لا، واضح نعم. الفكرة بالموضوع ما فيك تحكي عن خطة تعافي شو ما كانت تكون إذا مش مقرر بمجلس الوزراء. بده يقرر مجلس الوزراء، بده تنحط على طاولة البحث. لذلك إذا جيت أنا قلت بده تكفي هذه الحكومة، بده تتفاوض ضمن إطار، خليني أقول العناوين، مش بالضرورة التفاصيل اللي شفناهم بقلب خطة التعافي، بس ضمن العناوين بده تعملهم. طيب هي بحاجة للمجلس النيابي، هون بدك تشوفي تشكيلة المجلس النيابي جديد. إذا المجلس النيابي مشرزم بعد أكتر، رح يكون في صعوبة، عرفتي كيف، تقدري بهالفترة اللي جاي انك بسهولة تقدري تقري إصلاحات. رح يكون في صعوبة، لأنه برجع بكرر لحضرتك ليش شايفه ممكن يكون مشارزم أكتر؟ لا لا، على الأكيد يعني القوى السياسية التقليدية موجودة، صح. وهنا يعني حتى ما يجي نفهم، ما أنا مني عم بدعي، يعني عم بحكي بالانتخابات، ولكن هذه مراقبة. القوى السياسية التقليدية موجودة، في منه بده يزيد، في منه بده ينقص، في منه ما بعرف، أكيد عم بيقولوا الخبرة. بس في عندك كمان قوى جديدة، سواء كان بيسموا حالهم مجتمع مدني أو أحزاب تقليدية تغيرت صارت أكثر مجتمع مدني من ما هي أحزاب تقليدية، هذه بدها تيجي على المجلس النيابي. فإذا أكيد يعني معناتها الصوت تشردم، مش معناتها تشردم، بالعكس، هذا هو بالأحرى هو مثال للديمقراطية. ولكن الإشكالية الديمقراطية لما بتكوني عم تحسمي على نقطة، مش يكون التباعد على كل الملفات وب 180 درجة. يعني حيلا موضوع بتاخديه ست جوال وبتطلبي، وهذا يعني أنا بالنسبة لي هذا ممكن يطلع حلقة تلفزيون كاملة، خدي بس موضوع واحد وروحي احكي مع كل الأفرقاء القوى السياسية واسأليهم رأيهم بس كيف بينظروا للحل للنقطة اللي انت اخترتيها، ورح بتشوفي في صعوبة كتير. انت بتروحي على مجال التصويت، على مجال الحسم، لما بيكون في عندك تقارب إلى حد معين وفي خلاف على بعض النقاط بيصير في تصويت عليها. الإشكالية الكبيرة إنه التباعد كبير، وعلى بعض النقاط هو تباعد جذري، لا يمكن إنه يكون في عندك، وأنا قلت سابقا، لا خروج للبنان من الأزمة تبعولته إذا ما كان في عندك أغلبية نيابية
منش سياسية، أغلبية نيابية يكون في عندها رؤية اقتصادية شبه موحدة. طيب السياسيين ما عندهم رؤية اقتصادية؟ لا ما فهمتي لي قصدي، لأنه عم بحكي عن الاقتصاد بالشق الاقتصادي. عم بعزل للسياسي لأنه منه اختصاصي، عم بحكيكي بالاقتصاد. ما فيك تقدر تطلع من الأزمة اللي بدك تعمليها، لأنه بدك تعملي إصلاحات. نعم. طيب إذا ما عندك رؤية اقتصادية موحدة، فيك تختلفي على النقط. طيب بدهم يرفعوا التي في آر أو بدهم يزيدوا الضرائب. طيب إذا في ناس مع وفي ناس ضد، أي. عرفتي كيف؟ هاني بتلاقي بتضلك تلاقي يمكن تلاقي شيء كومبرومي، عرفتي كيف؟ إذا في واحد مثلا إذا كانوا كلهم إبلانين بزيادة بس إنه في منهم مختلفين على موضوع قديش النسبة، هاني بتلاقي الحل بسرعة، يعني تلقائيا بتلاقي الحل وبتقولي لا والله خلينا نعملها تدريجيا ما منطلعها فرد مرة. إذا مثلا على سعر الصرف، تحرير سعر الصرف مثل ما الهيئة صار مطلوب انه تحريره كبه بالاخر، يعني ممنوع مصرف لبنان يتدخل وممنوع الدولة اللبنانية تتدخل بهالحالة، هاي مثل كأنه بالسوق السوداء اصلا. لشو لكان عملته المنصة؟ بس مش مطلوب تثبيته على 20؟ لا ما فيهاش في حدا يثبت. انسي الموضوع، ما حدا فيه يقدر يثبت. فاذا السؤال يا خي اذا انت فلتوا هذا، لانه هني لك شو فكرة تبعولتهم، هني فكرون انه مثل كأنه رصوره مضغوط. نعم. تعي يا خي اتركوا لهالرصور يفتح على طريقته، بس يقعد بوضعية يكون مرتاح، ساعتها منقول انه بتصير انت تتدخل يا مصرف لبنان تتحافظ على هذا المستوى. نعم. بس ما مشكلتك نسي صندوق النقد ونسيوا القيمين انه انت ببلد فيه تهريب، ولك كيف بدك تضبط الدولارات اللي انت موجودين عندك؟ ولك يا ابني خبرني كيف، ولك البضاعة هلا بس تاجر يروح يستورد بضاعة من برا، ما هو ما بيبعت مصاري من هون بواسطة البنك تبعوله، يبعت ايه ولا لا؟ نعم. طيب بدي اسألك سؤال، بعت خليني افترض 100,000 دولار، مين اللي عم بيدقق انه جاب بضاعة ب100,000 دولار؟ حدا يقلنا. فاذا انت ببلد فلتين كيف بدك تقدري تأمني تضبط تفلتي الدولار مثل ما عم يطلب ما بعرف مين، هي نسبت الى صندوق النقد. بس اذا كان عم يا خي اول شيء شفتوا التداعيات على الناس؟ لا حبيبي مش مقبول. هوني مثلا فيك تيجي انت اذا كان في عندهم رؤية اقتصادية شبه موحدة، نعم. وعارفين انه ما بقى في امكانية انك تقدري تثبتي، تصيري انت ساعتها تناقشي على الطريقة، بتقولي هذا الدولار انا ما فيي فلتو هيك كبسة زر، تعا خي انا بدي فلتو شوي شوي لهالرصور، لانه اذا يمكن تركته فرد مرة ينقف، وهاني النقفي بمعنى هذه يعني معناتها بده يصير في فقر، الناس كيف بدها تعمل اذا فلتتي بهالطريقه؟ وشفتي حتى ما تحركوا تيوقفوا تطبيق موجود او تطبيقان او ثلاثه موجودين برا، عرفتي كيف تيوقفوا؟ هلا هول التطبيقات استاذ جاسم يعني اللي انحكى فيها انه هي عم تتلاعب بسعر الدولار هي هي الحقيقه. ما هلا ما يعني البعض يعني صار يقول انه معلش يمكن لعبه هي سعر الدولار ولا لا. ليكي مين ما كان يكون مسؤول عنا، مين ما كان يكون مسؤول عنا يجب محاسبته، مين ما كان يكون مسؤول عنا. معلش بدي اقاطعك عفوا، بس لانتقل الى الخارجيه، وصل في هذه الاثناء وزير الداخليه بسام المولوي، خليني اشوف تفاصيل اكثر مع زميلتي نانسي صعب اللي عم تابع منذ ساعات الصباح الاولى. نعم تفضلي جوال. يعني بهذه الأثناء وصل وزير الداخلية بسام مولوي أيضا لتفقد مسار عملية اقتراع اللبنانيين المنتشرين بالخارج من وزارة الداخلية. بس بليز إذا فينا نزيح ويطلع بهذه الأثناء من السفير هادي هاشم على الأرقام أو نسب المقترعين لحد الساعة بين أستراليا إمارات وأيضا رح يفتح تيفوت اخر مواطن يحكي على البوديوم. ما في اي خوف على اي ناخب بدبي، ندعيهم تيجوا يجوا بكثافه، صاروا بحدود 7000 يلي هو رقم مرتفع، يعني بابو ظبي في 2100 اقترعوا، بدبي لحد هلا صاروا بال 7000، يعني 3 مرات ارقام ابو ظبي. اكيد الجاليه كبيره وعم ينعمل كل الشغل اللازم.
اذا جوال يعني مثل ما كنا عم نستمع من السفير هادي هاشم كون، اكثر شيء تعليقات عم بتكون على مساله الانتظار بالطوابير بدبي. هون التاكيد انه كل اللبنانيين يلي مسجلين وبيكونوا موجودين داخل مركز الاقتراع رح يكونوا قادرين يدلوا بأصواتهم من دون أي مشاكل. هيدا قرار اتخذ، وكان أصلا الوزير عبدالله أبو حبيب ذكر هيدا الموضوع، وبالتالي الدعوة لكل اللبنانيين المنتشرين بالتصويت يعني تصويت بدبي ما فيكم تعملوا اذا التصريح مع علي كامول معروف. اوكي، بانتظار يعني ان يدلي الوزير بسام مولوي باي تصريح او موقف رح يكون على البوديوم. جوال، سنستمع الى ما سيقوله وزير الداخليه قبل ما نرجع نتابع الرساله بتفاصيل الارقام ايضا والنسب اللي لدينا لحد الساعه، واللي طبعا تنحصر لحد الساعه بين سيدني أستراليا، يعني سيدني وكامبيرا وأيضا ملبورن بنسبة وصلت إلى 54.06%، يعني 54% بأستراليا، بينما أرقام الإمارات العربية بأبو ظبي عندنا 51.67%، أما بدبي فالنسبة 32.56%، ليكون نسبة العامة للاقتراع بالإمارات العربية المتحدة 63.48%، وليس لدينا لحد الساعة أي أرقام من دول أوروبية. سنستمع إلى ما سيقوله وزير الداخلية. تفضل مع الوزير. كمان اليوم يعطيكم العافية، أحلى شيء عم يصير اليوم هو المهرجان اللبناني برا، ووجودكم أنتم كلياتكم بيناتنا هون، وكلكم مبسوطين وكلكم حاسين أنه نحن وفينا باللي نحن وعدنا فيه، بأنه نحن حضرنا لانتخابات منيحة أحسن بكتير من الظروف اللي نحن عايشينها، وانه اللبنانيين مثل ما انا قلت لهم امبارح، انه مثل ما انا توجهت للمغترب وقلت له صوت وشوف حالك بلبنان، بدي كل اللبنانيين يشوفوا حالهم بلبنان ويكونوا دائما مفتخرين انه لبنان بيرجع ولبنان منيح، وان شاء الله كلنا سوا بايماننا بلبنان وبايماننا بالدوله بنكون كلنا سوا موجودين بمراكز الاقتراع وبالاقلام وبنعمل بكره افضل. يعني بخصوص ما جرى في احد اقلام الاقتراع بالخارج من حديث انه احد المقترعين اخرج اللائحه وظهرها معه، وفي تخوف انه يكون في نسخات اخرى او شيء هيك. اللوائح هي مرقمه وما في ولا نسخات اخرى ممكن يستلمها حدا، وحتى بس تخلص الانتخاب رئيس القلم بيسلم اللوائح بالعدد بالارقام، ما ممكن يكون في ولا نسخة مع حدا برات قلم الاقتراع. ولا ما جرى بألمانيا ببيروت الثاني بالقلم بيروت الثاني. ما جرى بألمانيا هو له علاقة بشعيرات بالورق ظاهرة بليحة بيروت الثاني بحوالين أسماء معينة، هيدي الشعيرات الظاهرة بالورق أنا تواصلت مع السفير مصطفى أديب ببرلين أكثر من مرة، وأنا شفت اللوائح يلي موجودين عنده وقارنته بلوائح بيروت الثانية الموجودين عنا هون ببيروت، يلي موجود منه علامة فارقة، يلي موجود موجود على كل ورق هو شعيرات ممكن تعتبريها من نسيج الورقة أو من علامات الأمان يلي ما بتتقلد. بكل الأحوال هيدا الموضوع حينحط بمحضر الاقتراع بالمحل يلي لفت نظر له يعني بألمانيا، ونحن هيدا الموضوع بعدين بيتعالج لأنه موجود بمحضر الاقتراع. نعم، هيدا الأمر ما بيعرض هذه اللوائح أن تكون لاغية؟ لا، لأنه هيدا مش حاططها المواطن، هيدي موجودة ب
بنسيج الورقة، ونحن شفناها موجودة بعدد كبير أو بكل وراء. هيدا مبين منه ألم، منه محطوط ألم على الورقة، هو من نسيج الورقة. فيما يتعلق مع أحد الصناديق قالوا أنه لما وصل عبر DHL كان في يمكن ثقب فيه أو شيء كمان. هيدا الثقب يلي لأحد البوكسات اللي جاية من قطر حط عمل محضر بالموضوع ونقال وطلع بيان عن وزارة الخارجية انه لجنة حنحط وصل لعنا، ومثل هيدا المحضر نحن كمان بنرفعه للجنة الايد الجوج الكترال للقاضي الانتخابي اللي هو بياخذ القرار بالنسبة له، بس اكيد ما في مشكلة. ما عليك لأي حد، نجاح عملية الاقتراع بالخارج رح تكون عامل مشجع لتشجيع المقيمين بالداخل للاقتراع، خاصة أنا قلت أول امبارح أنه نجاح العملية الانتخابية بالخارج هو مؤشر. يوم الجمعة كان مؤشر منيح، واليوم مؤشر أحلى وأكبر وأهم. هالعملية الانتخابية بتدل قديه اللبناني بده ينتخب، قديه اللبناني بده الحرية، قديه اللبناني بده الديمقراطية، وبالتالي كل يلي كنتوا عم تسمعوا عن مقاطعة نحن ما شفناها ولا بالدول العربية ولا بالدول الغربية، وبتشوفوا كيف اليوم في إقبال كتير كثيف ونسب اقتراع كتير عالية. يعني نحن بعدنا ليصير الساعة 10 بأوروبا، وطبعا نحن بدنا لبكرة الصبح تنخلص بلوس أنجلوس، حتشوفوا نسبة الاقتراع كتير عالية حتى أعلى من المتوقع. عم بتشددوا على الجهوزية الأمنية من هون للأحد المقبل، عم بتطمنوا أنه الأمن حيكون ممسوك وكل الخطط ممسوك؟ نحن حذرين جدا ونهتم بكل الأمور الأمنية بالصغائر قبل حتى بالصغائر حتى بالأمور الصغيرة. معالي الوزير، الشوائب اللي كانت موجودة بخصوص الباسبورات، هل لقيتوا شي شكاوى بهذا الخصوص أما خلص اتحلت؟ انه في ناس ما بحق لهم يقترعوا او شيء تم تجديد باسبوراتهم، هل ما في ولا شكوى بالباسبورات؟ حتى انا بعرف انه القنصليات والبعثات الدبلوماسيه حتى اليوم الاحد عم تعمل اللازم لحتى اللي تقدر تجدد الباسبور للانتخاب بالرسم يلي محدد بمرسوم اتخذ بمجلس الوزراء حتى اليوم. يعني هن بلشوا من 3 أسابيع ومستمرين حتى لهلا. البعثات الدبلوماسية مشكورين عم يقوموا بواجبات مثل ما قاموا بواجباتهم مستمرين، ونحن بصراحة يلي شفناه بالدول العربية والأوروبية بكبر القلب. سؤالين معالي الوزير، تحدثت عن رغبة اللبنانيين بالاقتراع، ولكن في رغبة أطراف أيضا بخلينا نقول مخالفة القانون يلي عم نشوفها ببعض الأماكن، بالإضافة إلى موضوع المقاطعة. المقاطعة تحديدا يتم الحديث عنها لدى الطائفة السنية الكريمة، بالأرقام الأولية يلي لديكم من خلال المراقبين، هل لاحظتم نسبة عالية من المشاركة السنية أم أنه هناك نسبة مقاطعة ملحوظة؟ يعني أنا حأرجع لسؤالك اللي كتير حلو. أنت قلتي أنه المواطنين راغبين بالمشاركة والأطراف راغبين بعدم المشاركة أو المقاطعة. نحن مع المواطنين وبدنا المواطنين يعملوا اللي بدهم إياه ويشاركوا. بالنسبة للمخالفات معالي الوزير يلي عم تحصل من قبل الماكينات الانتخابية، يعني هناك تسجيل لأحزاب عم تاخذ مثلا المواطنين تدخلهم من باب خلفي بسفارة دبي، في صورة وحدة بدبي سجلتها لدي وأنا وصلتني واطلعت عليها بشخص عم يدخل من باب خلفي. الشخص اللي عم يدخل من باب خلفي التنظيم هو عم يعمله القنصل العام استاذ عساف دومت اللي انا تواصلت معه اكثر من مره وكنت مواكب معه التحضيرات هو شخصيا، وانا بشكره على اللي عمله. الشخص اللي كان يلي مبين بالصوره انه هو داخل من ورا، يمكن يكون موظف بالسفاره، يمكن يكون موظف بالقنصليه، يمكن يكون جاي ينتخب او ما جاي ينتخب. يعني هيدي الصوره اللي بتبين خيمي في حدا فايت من وراها مش دليل انه هو يمكن هو انه هو بده ينتخب. بكل الاحوال بالنسبه لكل المواطنين خصوصا بدبي التي المركز القنصليه العامه عم يشهد زحمه، حينتخبوا كلهم لاخر وقت ولو جرت تمديد للاخير. انا امبارح بلغني القنصل العام بدبي انه حيحط اكثر من عازل يمكن بنفس الغرفه طبعا مع مراعاه القانون، ونحن حيبقى الاقتراع لحتى يخلص اخر مواطن بده يقترع مهما بلغت النسبه، وان شاء الله بتكون كثير عاليه.
شكرا معلم. شكرا. إذا جوال، يعني استمعنا إلى تصريح وزير الداخلية. نعم. بسام المولوي من غرفة. نعم نانسي، استمعنا بالفعل بانتظار يعني ينضم لنا حدا للأرقام، ما بعرف إذا عندك. خليني أشير لأمر على ما أعتقد وزير الصناعة أيضا جورج بوشيكيان وصل بهيدي الأثناء إلى غرفة العمليات بوزارة الخارجية. حسين سينضم لنا، حسين عفوا مهدي من لادي الجمعية اللبنانية لمراقبة. نعم. الانتخابات. حسين، قديش تم تسجيل مخالفات او شوائب من اللادي، واكثر شيء يعني فائع بهيدي الشوائب او الملاحظات؟ طيب نحن من امبارح عم نراقب، بلشنا بسدني اكيد وبعدنا لليوم عم نراقب كل العملية الانتخابية في الخارج. في مخالفات اساسية تتعلق بخرق سريات الاقتراع بمركز باستراليا تحديدا، العديد من العوازل كانت مكشوفة، ما ضمنت سرية الاقتراع، كانوا المندوبين او حتى هيئة القلم كانوا عم يقدروا يشوفوا المقترعين لمين ادلوا باصواتهم. طبعا وجهنا ملاحظة، خبرنا وزارة الخارجية وخبرنا البعثات في الخارج، كان في تجاوب إلى حد كبير من وزارة الخارجية مع هذا الموضوع. بأستراليا أيضا كان في هيئة القلم خلف العازل مع الناخبين بواحد من الأقلام، كمان نحن خبرنا وزارة الخارجية لحتى تتحرك بهذا الموضوع. في ملاحظة، في خرق أساسي صار بتركيا بواحد من الأقلام الاقتراع، مندوب لائحة لبيروت، لائحة هيدي بيروت نبيل بدر، قام بأخذ قسيمة الاقتراع ما صوت فيها، أخذها معه إلى خارج المركز. ليش عم نقول هيدي مخالفة شوي مقلقة؟ لأنه هيدي ورقة جدا حساسة، أخذ البروتوتيب، أخذ هيدي الورقة كيف تنعمل، في قابلية لأنه هيدا الشخص يروح يزور يعمل ورقة على نسقة، وهيدي طبعا هيدي مشكلة كبيرة جدا. تبلغ كيف صارت المتابعة معه؟ وجهنا ملاحظة لرئيس القلم، ولكن كان صار أوريدي هيدا الشخص خارج القلم، طلع خارج، صار خارج مركز الاقتراع. في تركيا أيضا لاحظنا وجود كبير للمكنة الانتخابية للمشاريع، لجمعية المشاريع تحديدا، هن لائحة لبيروت، وكانوا موجودين بكثافة، وهن أحضروا الناخبين إلى المركز عن طريق باصات صغيرة. في مخالفة أساسية للصمت الانتخابي والدعاية الانتخابية شفناها بأكثر محل، بسيدني وبفرنسا. بفرنسا كان أخبرنا السفير الفرنسي، أخبر أحد مراقبي لادي عن أن القوات اللبنانية حضروا إلى أحد المراكز مع أعلامهم، وهو طلب منهم أنه يبتعدوا عن المركز. بأقلام أخرى كمان كان في تواجد للقوات اللبنانية، إن كان لأعلام أو صور أعلام القوات موجودة على خرق صمت انتخابي ودعاية أيضا، انتخابي ودعاية انتخابية وضغط على الناخبين. طالما عم نحكي عن ضغط على الناخبين، نحكي أيضا عن ببرلين صار في إشكال داخل أحد أقلام الاقتراع، مناصري حركة أمل داخل المركز افتعلوا مشكل مع أحد الناخبين لأنه أدلى برأي معارض للسلطة السياسية، صار في مشكل. وحتى المناصري أمل موجودين خارج المركز قدام المركز، طلب منهم رئيس المركز أن يبتعدوا عن المركز قليلا أسوة بمندوبي مرشحين آخرين، لمنع الضغط الذي يمارس على الناخبين خصوصا بعد هيدا الإشكال، ولكن مع الأسف ما امتثلوا لهيدا الطلب تحت حجة أنه هني عندهم إذن حصلوا عليه من الحكومة الألمانية ليضلوا موجودين بهذا المركز. في عنا مخالفات أخرى، في عنا مخالفات للعلاقة بالعوازل أيضا ببريطانيا، بفرنسا، بسيدني، بأكثر من محل. في مشكل مثلا ببريطانيا، أقلام الاقتراع صغيرة جدا، وبالتالي العوازل مكشوفة أمام أي حدا. اللي عم تتكرر اليوم كتير تحديدا بالأقلام الصغيرة، يعني بالأقلام الصغيرة نحن طلبنا أنه ينقلوا الاقتراع إلى أقلام أخرى أو إلى بحيث مفتوحة، بس تكون في عوازل بس لضمان سرية الاقتراع. هيدا شفناه بأكثر من محل، لكن مع الأسف هي عم بتصير. في بسويسرا كان في كمان شكاوى كتيرة لها علاقة بوجود عوازل ملاصقة لبعض البعض، عوازل انتخابية، وبالتالي كانوا المقترعين قادرين يشوف كل مقترع المقترع الثاني شو صوت، وهيدي كمان شكا منها عدد من المقترعين. في بريطانيا كان في دعاية انتخابية أيضا لحزب القوات اللبنانية قدام مركز الاقتراع، وكان في ملصق موجودة بهذا المحل. في ملاحظة أخيرة فينا كمان أو مخالفة، هي عدم جهوزية
مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الاحتياجات الاضافيه، هيدا شفناها بدول المغرب، بريطانيا، الغابون، ساحل العاج، جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. شكرا لك حسين مهدي على كل هذه التفاصيل. جوال منعود لكم طبعا على ان وفيكم ربما بارقام جديده، على امل يكون صار عندنا نسب شوي صغيره مفصله عن بعض الدول الاوروبيه والافريقيه بعد شوي، وبالاضافه الى امكانيه ان يكون هناك ملاحظات اضافيه سجلتها الجمعيه اللبنانيه لمراقبه الانتخابات يلي عم تتولى الى جانب بعثه من الاتحاد الاوروبي مراقبه هذه العمليه. عوده لك جوال. شكرا نانسي، يعطيك الف عافيه. من ساعات الصباح الاولى تتابعين في الخارجيه، رح نعود لك فور ورود اي جديد او اي ارقام رسميه. بروفيسور بدي كفي معك السيناريوهين اللي كنا عم نحكي فيهم، تفضل كفي احلى ما ارجع. بالنسبه للسيناريو الاول قلت لحضرتك انه بفرضيه انه صار في حكومه، صار في تشكيل حكومي، وبالتالي هذه الحكومه اغلب الظن تكون شبيهه بالحكومه الحاليه مع بعض التغييرات، ولكن السؤال يبقى انه هل لها القدره على انه تعمل اصلاحات؟ هذا الامر منه سهل. ليه؟ لانه مش الحكومه اللي بتقرر، الحكومه رح تقرر الخطه، بس هذه الخطه رايحه على المجلس النيابي، والمجلس النيابي السؤال هون اذا كان مشرزم هذا المجلس النيابي مثل ما هو واضح لن يكون هناك رؤيه اقتصاديه موحده، وبالتالي رح يختلفوا على كل نقطه، رح يختلفوا على كل نقطه بخطه التعافي، شو ما كان يكون الحرف رح يختلفوا عليه، بتبلشي بموضوع القطاع المصرفي لملف الكهرباء، لملف الاتصالات للبور، كابيتال كنترول، كابيتال كنترول، السرير المصرفي، الموازنة، ما في نقطة إلا ما رح يعني يكون في تباعد كتير كبير. هلأ اللهم إلا إذا كان في كلمة سر خارجية، كيف تشكلت الحكومة، حكومة الرئيس ميقاتي، يكون في من وراها نوع من أنواع الضغط أنه نشوف فيها. بس هون المخاوف أنه يجي تنضم خطة التعافي لقانون، ما هي رح تنقر ضمن قوانين، نعم، أنه ينضمها ولقافلة القوانين غير القابلة للتطبيق، يعني يتصوت عليها وما نعمل فيها. وعلى فكرة هون بس يعطوك مثال عن الأرجنتين وفشلها بموضوع صندوق النقد، نعم. تعرفي حضرتك ليش صد جوال؟ السبب بسيط، لأنه ما طبقوا اللي التزموا فيه، وبالتالي بس لبنان هيك ما هي ليش برجع بكرر لحضرتك إنه لو إذا كنا عم نحكي ديمقراطيا ما عم نحكي سياسيا، لأنه عم نحكي ديمقراطيا إذا كانوا كلهم عندهم ذات الوجهة السياسية الاقتصادية الموحدة، تلقائيا انت رايحة على التنفيذ لانه عندهم ذات الرؤية، فاذا اكيد راح يستخدموا السياسة تيفرضوا هذه القصة. بس المشكلة انه بعد لحد هلا ما في شيء متفقين عليه، ما في نظرة موحدة، كل واحد عنده مشروعه. اذا بتلاحظي حضرتك بالقوى السياسية بمختلفة، لاحظي كلهم بيقولوا لك نحن عندنا مشروع انقاذي، مشروع انقاذي، بغض النظر ما لنا جايين ننتقد نحن، ايه مش عم تقصد طرف معين، ايه نحن عم نحكيكي بس تقلي قديش التباعد بالافكار وصعوبه التقارب بيناتهم. بتلاقيهم كلهم عم يحكوا بالاقتصاد بس منهم قادرين يتفقوا على ملف واحد مش قادرين يتفقوا عليه. يعني ابسط الامور عرفتي كيف، بس هي قصه ضبط عمليه التهريب، في حدا يقدر يوقف هذه العمليه؟ خلوا لنا، هذه اكبر مرض. يمكن ما بتعرفي حضرتك ست جوال قديش كارثيه على اي اصلاح بدهم يعملوه بالمستقبل. هي مساله كبيره دكتور. ايه بس اسمحي لي، مشكلتك انه هاي ما فيكي تعملي شيء. ليك نعم. ست جوال اسمعي هالكلمات مني كثير مهمين. عم بسمع. لا يمكن انه نطلع من الازمه اذا ما في عندك الى حد معين ثبات نقدي او استقرار نقدي. لا شك. واذا ضل في عمليه تهريب لا يمكن انك تشوفي استقرار نقدي. نعم. عم تسمعي شو عم بقول لحضرتك؟ لانه برجع بكرر لك، عدا عن قصة النقل باليد للدولارات أو لتهريب السلع والبضائع، في عندك تهريب رسمي عم بيصير من خلال التجارة. الواحد بيبعت $100,000 لبرا تيستورد البضاعة، ما في حدا يتأكد أنه استورد البضاعة. بعتذر منك، بدي أقطعك. عودة للخارجية مع وزير الصناعة، وإلى حين أن يبدأ وزير الصناعة كفي، برجع بعتذر دائما على القاطعة لحتى يبلش وزير الصناعة. كفي تفضل دكتور. الفكرة بالموضوع
انه هيدا طيب موضوع التهريب فيهم يوقفوا؟ ما حدا بيقدر يوقفوا. طيب موضوع النازحين فيك تقدري شو بدك تعملي بالنازحين؟ في كلفه للنازحين شئتي ام ابيتي، في كلفه. كل مره يطرح رئيس الجمهوريه يعلي الصوت انه ما بقى قادرين لبنان ان يتحمل النزوح السوري، يعني عم يقراوا له لفخامه الرئيس بغض النظر معهم حق ولا ما معهم حق، عم يقرأوا له عطول قراءة سياسية بهذا الموضوع. بس فعليا هي على الأرض اقتصاديا إذا كنت مع أو ضد بقاء، عرفتي كيف، على الأرض اللبنانية مش مهم، المهم أنه يكون في مثل ما بقولوا دعم لأنك تقدري تتحمليهم هون، يعني بدك تدعم البنى التحتية يلي عم يستخدموها شئتي أم أبيتي. وهذا الأمر يعني بدون ما يكون في أي عنصرية ولا أي في أي شيء. نعم. اليوم المساعدات يلي عم بتطال الإخواننا النازحين هي بكل بساطة مساعدات للأكل، عم يعطوهم مصاري يروحوا يشتروا أكل، بس ما عم يدعموا البنى التحتية تبعولتهم. البنى التحتية بتقليلهم لأنه بتعرفي حضرتك طالبوا بثلاثة مليار. نعم دكتور معلش، أنت كنت عم تحكي قبل شوي أنه استغربت وزير الصناعة كيف بده يصرح وهو مرشح. يبدو الوزير انتبه في اللحظات الأخيرة أنه في صمت انتخابي وبيكون سقط سهوا عنه ولن يصرح ولن يدلي بأي تصريح. هي زيارة كانت للخارجية ومنيح اللي انتبه بآخر دقيقة، وكنت عم بتقلي ما في صمت، مش مرشح، ما هي مخالفة. لا لم يخالف حتى اللحظة، ما في بعد ما لن يصرح، يعني هيدا اللي عرفنا في هذه اللحظات. يعني ما بعرف، كنت أتمنى أنه يكون معي بعد شوية وقت أكثر معك دكتور لأشرح كيف، عندي كثير كمان أمور نطرحها ماذا بعد هالمشهد، بس خلص وقتي. هذا شرف لنا نكون معك سيد جوال، وعلى على المحطة أنا بتشكرك وبشكر دعوتك. أنا أشكرك دائما، وعندك كمان دائما ملفات اقتصادية تحمل فيها النقاش كثير، بيكون لنا لقاءات مقبلة يمكن قبل الانتخابات ويمكن بعد الانتخابات، والأرجح دكتور قبل الانتخابات نرجع لتلاقى فيك. قبل ما أختم بدي أشير إلى أنه بلشت تفتح أقلام الاقتراع، مراكز الاقتراع بكندا قبل قليل، ورح نتابع كل وقائع هذا النهار بتغطية مباشرة عبر هوا الأو تي في مع زميلاتي أو زملائي طيلة هذا النهار وطيلة هذا الليل لحين إقفال آخر صندوق اقتراع في دول الانتشار على أمل أن تتخطى النسب، يعني 60% وأكثر من هيك. ختاما أذكر بزيارة اللي قام فيها رئيس الجمهورية اليوم للخارجية، ومن أهم ما قالوا أن الجهود المبذولة لإنجاز الانتخابات في الاقتراب ليست سهلة، ونأمل أن تتحسن الأمور في الانتخابات المقبلة وتكون أسهل من اليوم، وأن يكون لكل ناخب رمز للتصويت من منزله، وهذا ما أكد عليه وأهميته سواء بروفيسور جاسم عجيئة أو وزير الداخلية السابق زياد بارود، على أمل أن نصل في هذا اليوم للتصويت الإلكتروني. أنا أودعكم مشاهدينا.